يهود الجزائر يعلنون مبايعتهم للحركة. سوناتراك تقشف العملاق، الحصيلة الثقيلة لحوادث الطرقات والبكالوريا في موعدها. أما إقليمياً فالجولة الثانية من حوار فرقاء ليبيا ستكون نهاية مارس. أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لنهار اليوم الاثنين 23 مارس 2015. البلاد عنونت على صدر صفحتها الأولى: يهود الجزائر يعلنون مبايعتهم للحركة ويشنون حملة افتراءات غير مسبوقة على تاريخ الجزائر. وكتبت الجريدة تقول: يواصل اليهود مدعومين من الحكومة الصهيونية تحرشهم وتهجمهم على الجزائر والجزائريين، حيث خرج علينا موقعهم مركز التوثيق على اليهودية في شمال إفريقيا خلال الحرب العالمية الثانية بأراجيف يدعون فيها أنهم عاشوا الجحيم في صحراء الجزائر، متناسين أنهم كانوا مدعومين من قوات المستعمر الفرنسية. وأخذت قضية ما يسمى بعودة يهود الجزائر إلى ممتلكاتهم، خاصة الأقدام السوداء، منحا تصاعديا بعدما قرر هؤلاء خوض معركة إعلامية بإنشائهم لموقع إلكتروني وصفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مصرين على عودتهم إلى الجزائر والمطالبة بممتلكاتهم. في موضوع مفصل كتبت المحور في منشئتها: تقشف العملاق، سلال يطالب سوناتراك بشد الحزام وتقديس مصروفات المجموعة والتخلي عن الشركات الغير مربحة، حيث ستتخلى مجموعة سوناتراك عن فروعها التي لا تحقق أرباحا، إذ ستبدأ بشركة أشغال الأنابيب التي ألحقت بالمجموعة في عملية إعادة الهيكلة عام 2010. وأمر الوزير الأول المدير العام لمجمع سوناتراك بشد الحزام من أجل تقديس مصروفات المجموعة النفطية بأكثر من 500 مليون دولار سنويا عبر إعادة تنظيم المجموعة النفطية وتقليص الفروع. وأضافت النهار في موضوع طريق السيار معنونة: هكذا تدخل ابن أبو جرة السلطاني في صفقات طريق السيار. وكتبت الجريدة تقول: حسب ملف القضية التي هزت قطاع الأشغال العمومية والمعروفة باسم فضيحة طريق السيار شرق غرب، فقد انطلقت التحريات بناء على معلومات تحصلت عليها مصالح وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 6 جويلية 2009، مفادها أن المسمى شين مجذوب تربطه علاقات مشبوهة بالمجمع الصيني سيتك كروك المكلف بإنجاز شطر من مشروع طريق السيار شرق غرب، وأنه مكن هذه الشركة بطرق غير قانونية من الاستفادة من تسهيلات إدارية من خلال توسطه لدى مسؤولين بوزارة الأشغال العمومية مستفيدا من علاقته بهم، حيث تحصل مقابل كل ذلك على مزايا غير مستحقة من الشركة الصينية. عن حوادث المرور أبرزت الوطن الحصيلة الثقيلة لحوادث المرور، التحقيقات، التعويضات والتكفل الصحي، وفتحت في ذلك ملفا كاملا احتل مساحة كبيرة من ملحقها الاقتصادي الصادر لنهار اليوم. وكان ذلك من الصفحة 13 إلى 23، أين تعرضت الجريدة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع. في ملف التربية أكدت ديكانيوز أن بكالوريا 2015 ستجري في موعدها، وذلك حسب تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت التي أكدت أنه لا عتبة للدروس التي سيتم تعويضها جميعا. وأضافت البلاد على لسان ذات الوزيرة تقول: بن غبريت تحدث فتنة بين نقابات التربية وتبادل للتهم بين التكتل والكنابست، والتكتل يصرح ما بعناش الماتش وكفانا من عقلية البيع والشراء. إقليميا عنونت وقت الجزائر: الجزائر تستضيف جولة ثانية من حوار فرقاء ليبيا نهاية مارس، وسينتهي بالموافقة على تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد دستورا توافقيا. بهذا الخبر نطوي صفحة الجرائد الوطنية الصادرة لنهار اليوم. نترككم مع هذه الرسومات الكاريكاتيرية.